ديربي فوز انا اعتبره انا اعظم دوري يمكن حققه النصر هذا. ليه؟ لان الموسم هذا يعني كان فريق الصمله حقيقه، يعني من الاسبوع الاول للدوري الى الاسبوع الاخير، وبالذات في الاسابيع الاخيره الظروف اللي مر فيها النصر سواء من معتركات المنافسه او سواء من منعطفات الاصابات التي لو مرت بفريق اخر لا اعتقد انه كان تراجع بشكل كبير جدا في 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 منافسه الدوري. اليوم حقق النصر ربما المفاجاه الاكبر هي اللي كانت ونقطه التحول الكبيره جدا، انه ربما ما كان احد يتوقع ان النصر يحقق بطوله الدوري او يعلن اليوم رسميا بشكل كبير جدا. التعاون حقق مفاجاه كبيره جدا، حرم الاهلي من الاستمراريه في منافسه بطوله الدوري بالتعادل. لكن صلب الحديث هو الديربي النصر والهلال. انا اعتبره اليوم النصر نجح ليس في الفوز وليس في كسب البطوله، ولكن في تحدي تجاوز الاسبوع الصعب الاخير اللي حدث ما بعد مباراه الخويه الى اليوم حقيقه اكثر متفائلين حتى في داخل النصر. لم يتوقع ان يتجاوز النصر هذا المنعطف، لكن كان ثقه اللاعبين في ادارتهم وثقه اللاعبين والاداره في اللاعبين في تجاوز هذا المنعطف حقيقه للدخول المباراه بهدوء واللعب بهدوء طوال الوقت المباراه، رغم هي اصعب على النصر من الهلال، ومع ذلك كان هذا هو اكبر نجاح حققه النصر هذا الموسم. طيب. في هذه المباراه. طيب.